اللقطه اللي احنا شايفينها دلوقتي دي لموسيماني، دي واحنا كسبانين 2-0 كان موسيماني كان يعني في فرصه وضاعت، فكان يعني زعلان عايز سكور اكتر. ده شيء جيد انك انت توصل اللعيبه بتاعتك في الملعب بالرغم، وانا كسبان 2 عايز ازود 3 و4. النهارده موسيماني يعني لازم نديله الدرجه النهائيه، كل لعيبه النادي الاهلي والروح اللي كانت موجوده، نتمنى ان شاء الله الاستمرار يعني خلال فتره جايه على نفس الروح ونفس المستوى. عايز اروح برضو لحاجه مهمه او ارقام قياسيه من لقاء اليوم. النهارده النادي الاهلي بيحقق اول فوز للانديه المصريه في الكونغو بعد 16 هزيمه وست تعادلات في 12 زياره رسميه للكونغو. يعني النهارده النادي الاهلي بالفوز الكبير النهارده في ارقام قياسيه بيحققها النادي الاهلي، اول فوز للانديه المصريه في الكونغو بعد 22 زياره رسميه، 16 هزيمه وست تعادلات. الرقم الثاني، الاهلي النهارده بيحقق اكبر فوز ليه خارج ملعبه ولكن في دوري المجموعات، النهارده 3-0 ده رقم جديد يحسب للنادي الاهلي. الرقم الثالث يحسب للاعبي النادي الاهلي طاهر محمد طاهر ومحمد شريف، النهارده بيسجلوا لاول مره خارج الديار في البطوله الافريقيه. كل التوفيق للنادي الاهلي، بعثة النادي الاهلي يرجعوا لنا ان شاء الله بالسلامه والتوفيق خلال الفتره القادمه.